السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويوم جديد، يوم سعيد، وعيد مبارك علينا جميعا، ولقاء يتجدد مع قناة الصحة والجمال والجمال كله. يا رب يجعل أيامكم كلها صحة وجمال، واليوم المفتوح وفرحة العيد. لقاء النهاردة رابع أيام العيد، أسأل الله العظيم أن يجعلها أيام طيبة ومباركة عليكم. قناة الصحة والجمال اللي بيشاهدها كل العالم في مصر وفي الدول العربية وفي كل أرجاء الدنيا كلها، بتقول لكم يا رب يجعل أيامكم كلها سعادة وفرح. يسعدني ويشرفني أن يكون معايا النهاردة ضيوف الأعزاء الأجلاء، فضيلة العالم الجليل القدير أحد العلماء اللي نسأل الله العظيم أنه يعني يبارك لنا فيهم وفي صحتهم وفي عمرهم، فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، اللي موجود معانا النهاردة عشان يقول لنا ماذا بعد رمضان وماذا بعد العيد وكيف تكون المحنة منحة. ويشرفني يكون معايا فضيلة الشيخ أحمد شهاب التربوي والمربي الفاضل والمشرف العام على مجموعة من دور القرآن بالقليوبية بتوخ، ومجموعة من أجمل الأولاد، وصاحب الصوت الطيب الجميل الكروان البلبل اللي هيسعدنا النهاردة، عمر ابن حبيبي وشهاب وجنى و اسمك ايه يا عمر؟ بسملة الجميلة، عشان نطوف معاكم في فترة كده من الفترات نفرح ونعيد ونتعلم. اسمحوا لنا نبدأ، وخير ما نبدأ به القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. صدق الله العظيم. دي خلصت بسرعة كده، ده احنا يا دوبك ابتدينا كده، احنا لو نخلص الحلقة كلها معاك يا عمر مش هنزهق. ما شاء الله على الصوت الطيب الجميل، ربنا يحفظك. مين اللي بيحفظك القرآن يا عمر؟ طب بعد إذنك يا عمر فرصة، واحنا حط اللي قرب الميكروفون كده منك، طالما قلت والدتك اللي بتحفظك ابعت رسالة شكر لوالدتك، بص في الكاميرا اللي هناك دي وابعت رسالة شكر كده، قول لها يا أجمل شخص في الدنيا بحبك يا أمي. والله أنا متشكر لك جدا، يعني أنا إن شاء الله أحفظ القرآن الكريم وأحط على راسك أنت ووالدي تاج الكرم إن شاء الله يوم القيامة. إن شاء الله بإذن الله يسمع منك على صاحب الصوت الطيب الجميل. تحية شكر وتقدير لوالدك ووالدتك. ومين شيخك بقى اللي بيتابعك في الحفظ والتجويد؟ قرب الميكروفون. الشيخ أحمد شاب برضو هو كان متابعني في التجويد. وبعدين يعني الشيخة نورة. الشيخة نورة، طيب ربنا يحفظك ويحفظ فضيلة الشيخ أحمد شهاب والمعلمة الكريمة نورة إن شاء الله. هرجع لك تاني، هنسمع منك حاجات كتير، ربنا يحفظك يا عمر. ضيوف الأعزاء الجمال ربنا يبارك فيكم. ولما قرأ القرآن يعني امتلأت عينك بالدموع فضيلة الدكتور مجدي من رقة هذا الصوت ومن الآيات الكريمة، ربنا يحفظك. فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف العام على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، يعني لا أدري أقول ابتلينا بهذا الوباء الذي عم الدنيا كلها وأجلس الناس في البيت، أهي يعني رحمة من الله أم هو اختبار أم ماذا تسميها يعني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من فضل الله ورحمته أولا كل عام وأنتم بكل خير وسلام، وبإذن الله كل شيء يكون في حياتنا في حياة كل البشرية بخير وسلام، اللهم آمين. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل شيء خيرا للمؤمن. الله، قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. الله، سبحان الله، يستفيد من كل شيء. فكل منحة هي منحة وكل محنة هي منحة،
سبحان الله. والخير منك وإليك والشر ليس إليك. فلذلك من في الأسابيع القليلة الماضية بطل العالم في المصارعة ميلر، كل الناس تحب ميلر، بطل العالم في المصارعة، وربنا أعطاه يعني من القوة ومن الخير. لما جاءت هذه الظروف ووجد نفسه مجبرا أن يجلس في بيته، مجبر بعيدا عن التدريب، يوم اثنين ثلاثة أربعة مجبر يكون في البيت. بعد أيام قليلة بدأ يمد يده على المكتبة ويأخذ الكتب ويقرأ، من أنا ولماذا ومن خلقني. بعد أسبوع من القراءة والاطلاع يخرج لكل الدنيا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، الله الناس تراها محنة، والله أخرج منها منحة استفاد بها من كل دنياه ومن كل آخرته إلى الأبد. نعم. فكيف تكون المنحة منحة حقيقية، وكيف تكون المحنة منحة حقيقية؟ هذه بنعمة الإيمان، بنعمة الإيمان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. الله نعم الله. فلذلك كيف نستفيد من هذه الأيام؟ نزداد تعلم في أمر الله عز وجل، ونزداد تعلم بحدود الله عز وجل، ونزداد قربا من الله بذكره. وقد يقول قائل، عندما تفعل أعمال صالحة كثيرة جدا، تعمل مليون عمل صالح، تنزل به الرحمات في كل الدنيا وتنزل على أبنائك وأحفادك إلى قيام الساعة. مظبوط. نعم. وبدعاء واحد الله ينزل كل هذه الرحمات أيضا. الله أكبر. سبحان الله. الله. ففرصة عظيمة جدا جدا في الاستغفار والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى برحمته ينزل الرحمات في كل الدنيا، حتى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى برحمته ما خلقنا إلا لنعبده، جعل الدعاء هو العبادة. الله. كما قال عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة، كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لا شيء يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. سبحان الله. فلذلك إن كانت الفرصة في دقيقة واحدة، في هذا المثل كان فضيلة الشيخ عبد المنعم عبد الله رحمه الله وكيل وزارة الأوقاف أن يقول، هذه العصفورة التي تقف على الشجرة والنسر يدور حول الشجرة يريد أن يلتقطها، والثعبان يصعد على جذع الشجرة حتى يلتقطها، وطفل يمسك بالرش إليها، ماذا تفعل هذه العصفورة؟ فقالت يا رب، بس خلاص يا رب ينجيها الله. قالت يا رب، فإذا بهذه النحلة البسيطة مع هذا الطفل، وتطيش هذه الرشة وتأتي في النسر، ويطير النسر من هذه المنطقة. قالت يا رب. فنحن نتمرن في هذه الدنيا، ما جئنا في هذه الدنيا وفي هذه الفترة إلا لنقول يا رب، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا طبعا يعني هحتاج أطوف مع حضرتك في أكثر من نقطة بوجود حضرتك، وهي إن لم نستطع الذهاب لتحصيل العلم والذهاب إلى أماكن التعلم، فكيف يأتي إلينا العلم ونمارسه من أماكننا؟ الله. وحضرتك دلوقتي يعني دي نقطة مهمة جدا، إزاي نقدر نتغلب على هذا الفراغ. الله. بترتيب معين، ونستطيع أن نمارس جزء كبير من حياتنا ونتعلم ونتقرب إلى الله بالعلم من 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 مكاننا. الله. أحتاج إلى أني أرجع لحضرتك في النقطة. نقطة جميلة هذه، ربنا يحفظك. لكن اسمح لي ناخد ضيفنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد شهاب، وهو نجم من نجوم التربية في محافظة القلوبية وإن لم يكن في مصر، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه. فضيلة الشيخ أحمد، وأنت كنت قائما على مجموعة من دور القرآن والأكاديميات التي تتعامل مع السن الصغير، سن البراعم يعني، وأعلم أنكم تفتقدون إلى العودة إلى ممارسة هذه الأعمال الطيبة، التواجد في وسط الأولاد والتربية وتحصيل الأولاد إلى العلوم بأشكالها يعني. كيف كانت البداية؟ وما كان يعني ماذا كان يقول بخاطركم؟ الحلم يعني الهدف كان إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل عام وأنتم بخير. الله يحفظك. عاد الله عليكم هذه الأيام باليمن والبركات وعلى كل الأمة الإسلامية. احنا نسينا نفطرك صحيح، ما يجراش حاجة، بس المشاهدين عايزين يسمعوا صوتك. إن شاء الله. إن شاء الله. طب.
طبعا حضرتك احنا الان بنمر بازمه كبيره جدا مأثره على نفوسنا نعم ومنعتنا ان احنا نتواجد في دور القران ودور النور، ولكن بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان يزيلها تماما ان شاء الله وكل الدور ترجع تاني يشاع منها النور والخير والبركه. نعم وان شاء الله يعني احنا منتظرين فرج المولى سبحانه وتعالى. نعم كنا بنحلم من اكثر من 15 سنه ازاي نقدم خدمه لاولاد المسلمين من ناحيه قراءه القران الكريم. هو ده كان حلم كان كبير جدا في داخلنا، والحمد لله ربنا وفق مشايخنا الكرام بعمل الدورات، وكان الحمد لله هذه الدورات لقت ارض خصبه في قريتنا الصغيره قريه العمار مركز توخ اليوبيه. قريه العمار مركز توخ اليوبيه. ربنا يبارك فيك وفي اهل قريه العمار وفي مركز توخ. هي الدوره لقت ارض خصبه الحمد لله. بدانا ان احنا نتبنى الفكره وانشانا اول دار لتحفيظ القران الكريم. خدنا فيها عدد 100 طفل والحمد لله طبق عليهم البرنامج ونجح نجاح عظيم جدا. بدات الدور تنتشر في القريه وبعد كده بدا النور ينتقل للقرى الاخرى، وبدا عندنا اطفال الحمد لله يجيدوا القراءه من القران، وبدانا نتجه اتجاه اخر للتربيه والامور التربويه اللي هي بيحتاجها الطفل عشان نكون جامعين تحسين البيئه المحيطه. نعم. بحفظ القران حتى يتمكن الطفل من تحصيل الجيد. اي نعم. نعم اي نعم. والحمد لله في نجاح كويس في هذه المساله الحمد لله، والان الدور انتشرت انتشار عظيم جدا، وبدانا بفضل الله نحمل الهم للقرى الاخرى بل لكل المحافظات في ربوع مصر باشراف الازهر الشريف. الازهر الشريف طبعا بيدعمنا في كل نعم دورات. نعم. والحمد لله ربنا وفقنا لعمل دورات في بعض المناطق الازهريه. الله اكبر. والمعاهد الخاصه فتحت ابوابها برضو. نعم. للدورات. وفي معاهد الدورات دي في يعني في اي تخصص؟ نوضح بس للساده المشاهدين هي في اي هي تخصص الدوره في كيفيه قراءه القران الكريم بطريقه سهله وسريعه، اللي هو يعني تمكين اللغه الام من خلال بعض المناهج، وافضل منهج هو منهج كلمات القرآن الكريم بما فيه من قوة يعني. نعم. فبتعتمدوا تمكين القراءة تمكين اللغة الأم حتى يستطيع الطفل أنه يقرأ بشكل جيد، وبالتالي نعم. المصحف هو الأرض الجميلة الخصبة اللي يستطيع من خلالها الطفل يحصل على هذه الميزة يعني. نعم. هو طبعا الدورة المعلمة تحصل عليها أولا هي بتاخد الفكرة عشان تستطيع أنها تطبقها على الأطفال من خلال دراسة العشرين حالة اللي هم موجودين في ورقة المصحف الكريم. من غيرهم لا يستطيع أحد أن يقرأ في المصحف. بسرعة كده بقى العشرين حالة بيقولوا إيه؟ العشرين حالة بتبدأ بعد معرفة الحرف المجرد، يبدأ كل الحروف المجردة تقبل العشرين حالة من أول الفتحة لحد المشدد. لو خدنا مثلا حرف من حروف اللغة العربية مثلا حرف الباء وحركناه بكل الحركات أو الحالات، باء فتحة باء باء كسرة بي باء ضمة بو باء فتحة ألف مد طبيعي حركتين باء باء كسرة ياء مد طبيعي حركتين بي باء ضمة واو مد طبيعي حركتين بو باء تنوين بالفتح بن باء تنوين بالكسر بن باء تنوين بالضم بن باء ساكنة مقلقلة تب. كده انتهى البيت الأول من الحالات. بعد كده يبدأ بيت التجديد، وفهمه بيكون واقف على فهم السكون، اللي هو باء شده وفتحه رب، باء شده وكسره ربي، باء شده وضمه ربو، باء شده وفتحه الف مد طبيعي حركتين ربا، باء شده وكسره ياء مد طبيعي حركتين ربي، باء شده وضمه واو مد طبيعي حركتين ربو، باء شده تنوين بالفتح ربا، باء شده تنوين بالكسر رب، باء شدة تنوين بالضم رب، وهكذا. طبعا اخر حالة اللي هي الحالة العشرين المشدد الموقوف عليه، باء حرف مشدد موقوف عليه مع القلقلة رب. احنا ما عندناش مانع لو جالنا اتصال دلوقتي في هذه الامور الفنية نتلقاه نناقش حضرتك. لا مانع ان شاء الله. بفهم المعلمة لهذه الحالات تستطيع ان هي توصل للطفل اكبر قاعدة، القاعدة العريضة في تعلم قراءة القرآن الكريم واي كلمة متشكلة. بعد كده يأتي أحكام التجويد، ولكن هو البداية
هو حالات الحرف لا غنى عنها لأي قارئ للقرآن الكريم. طيب بعيدا عن التوغل في الأمور الفنية وأنا متأكد أن حضرتك ما شاء الله ربنا يحفظك، يعني أنا برضو عايز أسأل سؤال. فضل. هل الإعطاء الدورات دي مكلف لمن يرغبها؟ هل تكلفون الناس نظير يعني إعطائهم هذه الدورات؟ لا، هذه الدورات من فضل الله هي تعطى في أي مكان في أنحاء الجمهورية بالمجان، ما فيش تكلفة. تنشرون العلم مجانا. الله لله سبحانه ما شاء الله. وتعالى ما شاء الله. طب عندنا هل في هنا نموذج من النماذج نستطيع أن احنا نرى تطبيق عملي عليه على هذه الطريقة الجيدة؟ الطفلة جنى فين يا جنى يا قمر؟ طبق عليها كل المنهج وهي تستطيع ان شاء الله انها تقرا تسمعنا في اي مكان في الوسط. تقرا من اي معلش ثانيه واحده تقرا من اي وضع من المصحف؟ ان شاء الله ان شاء الله. جنى عندها قد ايه؟ كم سنه؟ عندها 5 ونص. 5 سنوات ونص بتفتح المصحف وتقرا من اي وضع؟ ان شاء الله. مش كده يا جنى؟ طب افتحي المصحف كده يا جنى. بسم الله امسكي المصحف كده يا جنى. ثانيه واحده خليه معاك دقيقه واحده يا شيخ عمر. افتحي المصحف في اي حته كده، قلبي كمان قلبي كمان كده، ايوه اي حته قلبي كمان. ماشي يلا نقرا بقى. امسك لها يا شهاب، امسك لها الميكروفون خليه قريب منها بس ما تقربوش من بقها. بص في المصحف وهو يمسك. بص في المصحف انت بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله يا جنى، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. يعني تتحرك بسهولة في المصحف ما شاء الله، وقد يعني تعودت عيداها على التشكيل وعلى الحروف و يعني فتحت أي صفحة دخلت في جزء من سورة البقرة وبدأت تقرأ بسهولة ويسر ما شاء الله. وهكذا كل الأطفال فضيلة الشيخ أحمد. أي نعم. نعم، بيتمكن الطفل من السباحة داخل صفحات المصحف بشكل ميسر ولا يوجد عنده يعني أي مشكلة. ليس هناك. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك يا جنى. اديها الميكروفون كده تمسكه في إيديها. فين المصحف؟ فين المصحف؟ بقول لك يا جنى بقى، عشان أنا مبسوط جدا منك بصراحة وأنت كده أسلكت صدري، يعني مين في البيت بيساعدك كمان على القراءة في المصحف؟ قربي الميكروفون عندك كده. الشيخ احمد كان بيعلمني اقرا قران وماما بتعلمني اقرا قران. انا كنت عايز اسمع كلمه ماما دي عشان ما ينفعش نعدي كده ايه يعني دور البيت. ينفع تبعتي رساله لماما دلوقتي وتقولي لها انا بشكرك جدا يا امي؟ طب اتفضلي ابعتي لها رساله كده وقولي لها انا بشكرك جدا يا امي. انا بشكرك جدا يا امي عشان انت حفظتني القران. قولي لها كل عام وانت طيبه يا امي. كل عام وانت طيبة يا أمي. بحبك قوي يا أمي. قولي بحبك قوي يا أمي. طب وبابا عشان ما ازعلش بقى قولي له بحبك جدا يا بابا. بحبك جدا يا بابا. هما كمان بيحبوكي جدا عشان انت عسل يا جنى. هنرجع تاني نقرأ مع بعض تاني وأكيد عندك حاجات حلوة تقدميها لنا إن شاء الله. خلي الميكروفون معاك بس ما تلعبيش فيه، اسندي ظهرك بقى. فضلت الدكتور مجدي ما شاء الله تبارك الله، لما نرى هذا الجهد الطيب من شبابنا وعلمائنا الصغار فضيلة أحمد الشيخ أحمد شهاب اللي بيتحرك في كل محافظات مصر ناقلا
بتوجيه الأزهر الشريف ناقلا هذه العلوم الطيبة لتنشئة الأطفال على قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة تمكين اللغة الأم واللي بتعتمدها كل أساليب التعليم في العالم. العالم كله يعتمد أنه لازم الطفل يحصل على لغته الأم أولا ويكون عنده ثروة لغوية حتى يستطيع أنه يعني إيه بعد تجاوز هذه المرحلة أنه يتلقى أي علوم أخرى ويكون موصرة وسهلة للشواهد الكثيرة اللي إيه بتعطيها له اللغة الأم يعني. ونحن الآن نمر بظروف استثنائية وجلسنا في البيت وكانت الناس الحقيقة في هذا في رمضان وفي العيد يعني لا نقول تشتكي ولكن كانت تشعر بالفرق بأننا كنا في نعمة كبيرة قبل هذا الموضوع. ماذا لو طال هذا الموضوع قليلا ويعني نسأل الله العظيم ألا يطول يعني هل نستطيع أن إن لم تستطيع أن تأتينا الناس نصل نحن إلى الناس؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله قال كلمة جميلة رحمه الله قال يعني في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان كل أمة يكون لها رسول وقد تكون أمة في نفس الزمن مع أمة أخرى وحضارة وحضارة مثلا حضارة في مصر وحضارة مثلا في الصين ويكون رسول لهذه الحضارة ورسول لهذه الحضارة. لماذا؟ لأن ديدا الحضارات من قبل كانت متقطعة الأوصال لا تواصل بينهم فربنا يرسل رسول لهذه الأمة ويرسل رسول لهذه الأمة. فلما أراد الله أن يجعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين ولكل الأمم ولكل البشرية إلى قيام الساعة فخلق الله هذا العالم الهائل من الاتصالات والمواصلات. الله أكبر. فهذا العالم الهائل من التواصل والاتصالات والمواصلات هذه من نعم ربنا علينا في هذا العصر. نعم. عشان نكمل هذا المؤلف مع حضرتك. نعم. مميزات عصرنا الحديث. نعم. من هذه المميزات هذا العالم الهائل من التواصل والاتصالات والمواصلات. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أصبح في مقدورنا وميسور علينا أن نتعلم أونلاين عن بعد. وموضوع التعلم المباشر والتعلم أونلاين كل هذا التعلم سهل جدا وفي هذه الظروف وبعد هذه الظروف. يعني خلينا مثلا في كل مؤسسة تعليمية عنده مثلا 1000 طالب عنده 50 طالب عنده أكثر أو أقل يتواصل مع كل هذه الأسر ويوفر لهم جهاز هذا الجهاز بأيسر ما يكون ويتواصلون سويا ويوميا حتى بعد انتهاء هذه الظروف يكون للمتابعة. يعني الآن يكون للتعليم وبعد انتهاء هذه الظروف يكون للمتابعة على هذا التعليم. لكن بأمر مهم جدا استمرار التعلم هذا هو نجاة الإنسان. لأن الحديث يقول فالناس ثلاث فعالم رباني اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين فعالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة. يعني طول ما ابني في التعليم هو على سبيل النجاة أو همج رعاه أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم. لو ما تعلم لو ما تنور سوف ينجرف خلف أي ناعق أعوذ بالله. يعني أعوذ بالله نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة لو 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 طفل جاهل ويأتي مثلا أي صديق من أصدقائه يقول له هذه مثلا تنشطك هذه تفرحك هذه ويصدق هذا الكذب ويقع في يعني حضرتك خلتني أذهب إلى ما تنادي به الدولة وتنادي به القيادة السياسية وسوف نتوجه لهم بالشكر جميعا على أن نبذ العنف والتطرف وأن ما نشاهده من تطرف في الفكر تنجرف إليه الشباب كل هذا من جراء الجهل طبعا كما ذكرت فضلتك يعني وراء كل ناعق يقول لهم أن هذا من الدين أو أن هذا من كذا بسبب الجهل وبسبب قلة العلم وبسبب عدم تحصيل العلم من الأماكن المفروضة لتحصيل العلم بتنجرف الشباب خلف بعض الأفكار نتيجة عدم الوعي. فحضرتك أنا يعني تذكرنا بهذه الأمور بأن ضرورة وحتمية تحصيل العلم من الأماكن المخصصة له وأن الأزهر هو يعني منبر
هذه العلوم والتوجه إليه كالتوجه إلى الشمس. نعم. فأرجو أن حضرتك تأكد على حتمية نعم. حصول العلوم من 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 منابرها ومصادرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا إليكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذه التزكية وهذه الترقية لأبنائنا المستمرة بتعليمهم أمر الله وأمر الرسول عليه السلام. نعم. الله تبارك وتعالى يجعلها لهم نجاة. نعم. من الشبهات اللي هي التطرف الفكري. نعم. ونجاة من الشهوات أنه أعوذ بالله يقع في المخدرات أو ما إلى ذلك أو ما هذه الأشياء. نعم. وكلا الأمرين سواء شبهات أو شهوات بتنجرف بالأبناء إلى ما يكون فيه هلاكهم وهلاك الأم. أعوذ بالله. أعوذ بالله. فلذلك ضرورة الاستمرار في التعليم والترقية والتزكية هذا أمر مهم جدا، وأنا أنادي أن تتكاتف الجهود لترسيخ قضية التعليم عن بعد. نعم. والتعليم من خلال التواصل الاجتماعي من خلال الأونلاين. أنا بضم صوتي لصوت حضرتك وبتمنى أنه إن شاء الله يكون في برامج من وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم، ونعلم أن السيد وزير التربية والتعليم كان يهاجم لأنه قبل هذه الأزمة كان ينادي بحتمية التعليم عن بعد باستخدام التابلتس والبرامج وأصبح ضرورة الآن. أصبح الآن ضرورة وتأكدت كل الناس والذين كانوا يهاجمونه علموا أنه لا مفر ولا سبيل إلا أن نلجأ إلى العلوم ونلجأ إلى استخدام هذه الوسائل الحديثة التي حضرتك ذكرت بأن هي نعمة من الله إلينا لتوصيل يعني أمر الدين إلى كل الناس ودعوة إلى الدين إلى كل الناس من خلال شواهد العلوم. وحضرتك في الإعجاز العلمي في هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة كم استفدتم من الاكتشافات التي ما كنا نعلم عنها شيء إلا أن الغرب وهذا العصر الحديث سهل له الله اكتشافها لتؤكد أمر الدين. الله. وسوف يعني حضرتك يعني إيه نروح بحضرتك في الموضوع ده ضروري يعني لازم نتكلم فيه. 10 ثواني في هذه النقطة. فضل. والله إن هذا التواصل الذي يرى فيه كل إنسان وصل إلى حقيقة علمية وتتواصل معه بأنه لم يخرج عما أنت فيه، إنما وصل إليه هو ما وصل إليك. إنما وصل إليه ورآه بعينيه هو ما أنزل إلينا من ربنا. فيكون ذلك سببا في السلام العالمي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور. سنريهم بقى. نعم. هي حضرتك تفضل. نعم. نعم. وهذا هو قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنا وإنت نريد رضا الخالق. نعم. أنا وإنت غير مختلفين. أنا وإنت غير أعداء. وليس سنريكم. نعم. ولكن سنريهم. نعم. هم يشوفوا يكتشفوا حتى يتأكد بأن ما رآه بعينيه هو ما أنزل إلينا من ربنا. الله أكبر. الله أكبر. نعم. فضيلة الشيخ أحمد عايزين نسمع حاجة من عمر وارجع تاني لقضية منة الرحمن ونور البيان اللي هي بنقول يعني وسيلة من الوسائل الأكثر روعة لتمكين اللغة وتوصيل اللغة وإن الأولاد تستطيع قراءة المصحف بشكل رائع أي تتمكن من لغتها الأم اللي احنا محتاجينها يعني. عمر يسمعنا حاجة بقى. وبما إني حضرتك اتكلمت عن الأزهر ومنبر العلوم فممكن الشيخ عمر يسمعنا حاجة عن ابن الأزهر. يا عمر ارجع يا شهاب ورا يا شهاب. عمر تسمعنا حاجة عن الأزهر اللي هو يعني شمس العلم بقى في عصرنا الجميل. وتحية تقدير لفضيلة الدكتور شيخ الأزهر وكل الأزاهرة علمائنا الأفاضل اللي يعني بنعتز بيهم. ربنا يا رب يحفظ الأزهر برجاله. ارجع لورا يا شهاب من فضلك. أيوة كده تفضل يا عمر سمعنا عن الأزهر شيء. أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني. أنت بتضحك علي يا عمر. ثانية واحدة أنت بتضحك علي. أنا تعيدها تاني وعايز وأنت بتتكلم عن الأزهر بقى في شيء من القوة كده. يلا تاني تاني عايز أسمعها منك من الأول بشكل رائع لأن بصراحة بداية طيبة جدا. اتفضل يا عمر يلا. أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني أنا
شأن أوطاني كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني وهدي محمد يسري يهذب في وجداني درست العلم والأدب وفقه الشرع قواني علوم الدين والدنيا تعانقني وتهواني. الله أكبر الله أكبر. جميلة ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك. الشرعي اختزلت القوة والأداء الرائع كله في هذه الكلمات الطيبة. جميلة. هرجع أسلم عليك وأشكرك تاني. معنا اتصال، الأستاذ أنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دي النور يا دي النور، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ المنور بعالمنا الجليل ودكتورنا الدكتور مجدي وشيخنا الشيخ أحمد شهاب. فضيلة الشيخ أنور من حجازة محافظة قنا. يا أهلا وسهلا بأكاديمية العلم والنور، وأهلا وسهلا بأهلنا في قنا. تفضل. الاستوديو منور بشيخنا الشيخ مجدي ودكتورنا دكتور أحمد شهاب، والله سلامنا ليهم كلهم. أهلا، ربنا يحفظك، هم سامعينك. تفضل يا فضيلة الشيخ أنور. العلماء الأفاضل اللي عند حضرتك دول كانوا سبب من أسباب يعني صناعة المعلمة عندي وصناعة الكوادر بفضل الله يعني. إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. ناس يعني ما تركوش مجهود ولا بيخلق مجهود في صناعة هذا الأمر، والله ربنا يبارك فيك. ويعني زاروكم ولا أنتوا اللي زرتوهم يا شيخ أنور؟ لا زارونا يا شيخنا، زارونا كتير والله، وما يعني ما تأخروش معانا زيارة واثنين ومتابعة الكوادر ومتابعة الأطفال ومتابعة هذا الأمر والله. إلى محافظة قنا يعني في أقاصي مصر يعني. ما شاء الله. نعم. هل كان الزيارة لها الأثر الطيب يا فضيلة الشيخ أنور؟ دكتور طارق كان لها قصة كبيرة، إن شاء الله نلتقي في الجنة وجزاه عند الله سبحانه وتعالى. الله الله. يا أبا عبد الله لك منا السلام، ومحافظة قنا وحجازة ونجا حمادي وبركة وكل أهلنا في محافظة قنا، ربنا يحفظكم ويثبتكم ويبارك فيكم، وان شاء الله اللقاء قريب نيجي باذن الله. سلامنا لمشايخنا وعند الله نشهد لهم باذن الله. ربنا يبارك فيك، وتحياتنا للاهل والاحباب يا حبيبي. شكرا لهذه المداخله الطيبه، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت جالك رساله من اخر الدنيا، من اخر مصر، من قنا. شفت صوتك بيجلب لنا الحبايب ازاي. الازهر وكلامك الطيب عن الازهر شجعنا ان احنا طبعا هنرجع لك تاني، بس انا محتاج نشوف كده مين من الاولاد هنا نقطه قوه مضيئه نقدر كده ناكد على الكلام الطيب اللي بنسمعه كده، انه الازهر يسير باولاده واحنا بنهتم باولاد الازهر من الصغر. يعني هو بسم الله ما شاء الله عليها، كانت ايضا تجيد الكرام للقران الكريم، ولها رغبه قويه جدا في حفظ القران ما شاء الله عليها من الصغر. ما شاء الله ما شاء الله. وكانت حريصه بقى لها فتره طويله انها تكون مع حضرتك في البرنامج، وطلبتها اكثر من مره، والحمد لله شرفنا وسعدنا دكتوره بسمله. اهل القران، ربنا يحفظ فيك بيكي واهلك ان شاء الله. هتقرا معانا قران بسمله؟ هتقرا سوره التين. سمعينا سوره التين. خلاص يلا خدي الميكروفون. هتقراي من المصحف ولا انت حافظاها؟ حافظاها؟ طب قربي الميكروفون الاول شويه، شدي السلك عليكي شويه بس كده. اعوذ بالله من الشيطان. علي صوتك شوية. والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. عندك كم سنة؟ عندها كم سنة يا شيخ؟ ده ست. ست سنوات ما شاء الله، ربنا يحفظك يا بسملة. مين اللي بيحفظك؟ ماما بابا. طيب استني أنا أخلي الميكروفون معاك أكلمك، بس ناخد الأستاذة منى اتصال. اتفضلي. السلام عليكم. يا أخبار؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والله، عامك طيب وعيدك مبارك. كل سنة طيبين. وأنت كذلك. كل سنه والدكتور مجدي والدكتور احمد بخير وسعاده يا رب. ربنا يحفظك وانت والسامعين.
هم زارونا كتير في حجازه وبصراحه استفدنا منهم كتير وربنا يبارك فيهم يا رب وينفع بيهم يا رب. حضرتك من حجازه من قنا؟ اه. يا سلام يا دكتوره منى، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويسعدك، والله اسعدتينا بهذه المكالمه الطيبه. كل عام وانتم بخير يا رب، نورتونا واستفدنا منكم كتير والله يسعدك. حضرتك مشرف على اكاديميه من الاكاديميات في حجازه؟ اه يا فندم، والدكتور احمد شهاب المشرف العام على الحضانه بتاعته واستفدنا منه، كان معانا يعني في كل لحظه في السنه كلها يا رب. طب قولي لي بقى المعلمه منى، ماذا تفعلون الان ونحن يعني منقطعون عن الاولاد؟ بتعملوا ايه دلوقتي؟ هل في وسائل تواصل ولا الدنيا منقطعه؟ لا احنا بنحاول والله نتواصل معاهم اونلاين لحد لما ان شاء الله ربنا يرفع البلاء ونرجع بالسلامه يا رب ان شاء الله. ربنا يسمع منك وربنا يرفع الهم والغم والكرب والبلاء والمرض عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين ان شاء الله. يفكروا معانا في موضوع الاونلاين ده. بشكر حضرتك، واحنا على الهواء دلوقتي بنقول لك ان شاء الله هيبقى في باذن الله يعني حوار قريب عن ازاي ننشط موضوع التعليم المباشر عن بعد من خلال وسائل التواصل التابلت والانترنت، وازاي نقدر نوصل لاكبر قدر من الناس يكون عندهم الوسيله ديت، عشان لو ما عرفوش ينزلوا يروحوا لاماكن التعلم احنا نقدر نوصل لهم. هنتواصل معاكم ان شاء الله باذن الله من خلال فضيله الدكتور مجدي والدكتور احمد والشيخ انور، عشان نقدر نشوف ممكن ناكد على الموضوع ده ازاي. انا بشكر حضرتك للمداخله الطيبه دي، شكرا لحضرتك. يا بسمله يا جميله، قلت لي مين اللي بيساعدك بقى وبيحفظك؟ ماما وباباكي. احنا لازم ننتهز الفرصه واحنا سمعنا صوتك الجميل الطيب ده، تبصي في الكاميرا اللي هناك دي وتقولي ايه؟ تقولي لماما كلمه شكر جميله، تقولي لها ايه؟ شكرا يا ماما بحبك قوي. انت مالك كده؟ شكرا يا ماما بحبك قوي. طب قولي لبابا يمكن تقوليها قويه شويه. ها بابا شكرا انك ساعدتني عشان احفظ واحب. ربنا يا رب يحفظك ويبارك. انت ما فطرتيش باين عليكي يا بسمله. ها ربنا يحفظك ويحفظ اهلك، احنا بنضم صوتنا لصوتك، ربنا يبارك فيكي وفي كل اولياء الامور اللي بيشتغلوا بيجتهدوا عشان اولادهم يبقوا على هذا الطريق الجميل. يعني معنا اتصال قبل جنة. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور طارق؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يحفظك. انا جنة من الجيزة، انا احب يعني دكتور طارق حضرتك من الشخصيات المحترمة في اللي انا عرفتها والله، يعني منور الدنيا، فرحانة قوي ان انا شفتك على التلفزيون وكلمت حضرتك. يا رب يبارك فيكي. قبل جنة من الاخصاص من الصف. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك باهلنا في الصف واهلنا في الاخصاص. انا بحضرتك والله فرحانه جدا، منور الدنيا يا دكتور والله، ربنا ما يحرمناش من وجود حضرتك. ربنا يكبر خاطرك ويحفظك انت واهلك وناسك. ربنا يخلي حضرتك والدكتور مجدي منور الدنيا، ودكتور احمد ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في الاطفال الجمال الموجودين دول يا رب. طب اسمعي بقى، عشان انا افتكرت حاجه كده واحنا موجودين على الهواء واستفيد بوجود حضرتك معايا، لانك من الشخصيات اللي قابلت التغيير. هل بطلتي يا أبلة جنة العقاب البدني على أولادك ولا لسه متمسكة بهذا الأسلوب اللي بننبذه؟ لا والله يا بس أكيد يعني الحمد لله أنا قربت من ربنا الحمد لله، لأن أنا كنت من الشخصيات العصبية جدا، و فكل ما أقرب من ربنا الحمد لله ببقى كويسة يعني وتغيرت وحاولت. بطلتي تضربي أولادك؟ طب الحمد لله، ربنا يحفظك ويبارك فيكي وبندعي لك يا رب انت واولادك. بنشكر ليك المشاركه ديت وبنقول لك بلغي تحياتنا لاهلنا في الاخصاص وفي الصف، وربنا يا رب يبارك فيكم وفي اهلنا في الصعيد كلهم، ربنا يحفظك وعيدك مبارك. ناخد اتصال كمان، معلش سامحونا حبايبنا بقى. الاستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل استاذنا استاذ طارق. يا دي النور يا دي النور، اهلا وسهلا. ازي اخبارك؟ انا من محافظه المنيا. الله اكبر، ربنا يحفظك ويحفظ اهلنا في المنيا، اصحاب العزه واصحاب الشرف. كل عام كل عام وانتم بخير. ربنا يبارك فيك يا رب وانت كذلك، عيدك مبارك. كل عام وانتم بخير، ووصل سلام للدكتور مجدي، انا كنت معاكم يوم ما كنتوا معانا في الجمعيه الشرعيه في مغاغه. اهلا وسهلا بيك وباهلنا في مغاغه، ربنا يحفظك ويحفظ اهل الجمعيه الشرعيه كلها. والله الزياره بتاعتكم كان لها شرف كبير وكان لها دور كبير والله، وتوعيه جامده جدا والله. ربنا يبارك فيك ويحفظك، وتحياتنا لاهل مغاغه، كنا سعداء جدا جدا معاكم اهل العلم.
اتمنى ان الزياره بتاعتكم تتكرر والله عشان نستفاد بخبراتكم والعلم اللي عندك والله. قول لي عاملين ايه بقى في الحظر دوت، واولادكم في الاكاديميات عاملين ايه وفي الجمعيه الشرعيه؟ والله شغالين على قدر المستطاع، وربنا سبحانه وتعالى يكشف الغم عن الناس كلها والله. امين. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك ويحوش عن مصر الهم والغم والبلاء والمرض ان شاء الله. تحياتنا لفضيله الشيخ كسبان وكل اسره الجمعيه الشرعيه في المنيا، ربنا يبارك فيك وفي اهل العلم واهل الدين يا استاذ محمد، ربنا يحفظك يا رب. اهلنا وحبايبنا ما شاء الله على المتابعه وعلى التقدير اللي الواحد بيجده ده من الانتشار الجميل الرائع من اهل العلم، ربنا يحفظك ان شاء الله. يا ريت الجميع يلتقط هذه الفرصه في تجربه التعليم المباشر عن بعد الاونلاين واستعمال التابلت والاجهزه المتاحه باذن الله تبارك وتعالى. احنا نزف اليوم هذا بحيث ان نستفيد بها في هذه الظروف وبعد هذه الظروف ايضا نتابع العمليه التعليميه فيها. احنا 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 يعني اسمحوا لنا يعني واحنا موجودين دلوقتي لكل اللي بيشاهدونا من اهلنا في مصر المتابعين للعمليات التعليميه، احنا بنتمنى التواصل الفتره الجايه، تواصلوا معايا او مع الدكتور مجدي عشان في كده يعني خطه تحرك ان شاء الله مع وزاره الاتصالات ومع القائمين على العمليه بان احنا نيسر عليهم المعوقات اللي ممكن تخليهم يعني يتحركوا بسهوله في موضوع التعليم عن بعد من خلال وسائل التواصل الانترنت والتابلت، وازاي نقدر نمرن المعلمات على التعليم عن بعد واولياء الامور نقنعهم باهميه الفكره، لانه حتميه التعليم لازم الطفل يتعلم ولازم الاسره تتعلم. فلو مش قادرين نروح لاماكن التعلم عشان التجمعات نقدر نتعلم بهدوء في بيوتنا ونحمي اولادنا ان شاء الله. لازم نتواصل في الفتره اللي جايه. ربنا يحفظك دكتور مجدي. فضيله الشيخ احمد شهاب، طريقه منية الرحمن وطريقه نور البيان هل لها يعني الاثر الكبير على تعليم الصغار وتعليم الكبار؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ان الفكره نفسها بتخدم شرائح كثيره من المجتمع، بدايه من الطفل ومرورا بضعيف القراءه في مرحله الابتدائي ومرحله الاعدادي والمرحله الجامعيه ايضا ممكن تستفيد استفاده جيده جدا، وكل اللي هو له علاقه بالقران الكريم يريد ان يجيد قراءه القران ويريد انه يتعامل مع المصحف بطريقه سليمه بننصح ان هو يتعلم هذه الطريقه. نعم. عشان هي اثبتت في الفتره الاخيره ان هي من اسهل واسرع الطرق في تعليم القرايه من القران الكريم بشكل جيد. طبعا الفكره ما هياش بتخدم في الحضانات فقط زي ما هو دايما شائع، وانما احنا وجدنا ليها اثر طيب جدا مع الام اللي ما تعلم. نعم. لما يطبق عليه البرنامج ممكن ياخد فترة طويلة شوية، بس بفضل الله في نهاية الفترة بيكون أصبح أنه يقرأ من القرآن، وده شفناه يعني بعينينا ووجدناه مع أمهاتنا ومع أبائنا الناس الكبيرة اللي هم كان عندهم شغف أنهم يتعلموا ويحسنوا قراءة القرآن الكريم. وطبعا بيخدم خدمة عالية جدا في ضعيف القراءة في مرحلة الابتدائي والإعدادي، وده بلاء يمكن في هذه الأيام إن الأولاد ما بيحسنوش القراءة بشكل جيد حتى في الكتب العربية من خلال الدراسة. فالحمد لله بمجرد ما هو يدرس الطريقة ويستطيع إنه يقرأ القرآن قراءة سليمة بالسهولة يعرف يقرأ في أي كتاب عربي بعد كده. وكمان دور القرآن الكريم اللي هي بتقوم على الحفظ، موضوع الدورة بيسهل على الحافظ وبيسهل على الشيخ في نفس الوقت. نعم. طبعا الوقت اللي بيستغرقه الطالب في انه يصح على الشيخ بيبقى قليل جدا مع فهمه او دراسته لهذه الدورة. نعم. بحيث ان بيجلس قدام الشيخ فاهم. نعم. بيقرأ وهو فاهم، فرد الشيخ بيكون قليل، توجيهاته قليلة. لا يجهد الشيخ. فبالتالي حتى كمان لما هو بيترد من الشيخ رد، وانا انصح ان الشيخ انه ما يردش طالما الطالب معاه الفكرة ومعاه القاعده فيسيبه هو يستخرجها. وهو اللي يطلع الـ 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 القاعده بشكل هو بنفسه من غير الشيخ يرده. هنا مش هينساها. يعني كنا زمان افتكر كنا نعلم تحت الكلمه الخطا. طبعا لما انا اعلم على خمس كلمات في الصفحه لما انا اروح احفظ ذهني مش بيشيل كل الخمس كلمات. نعم اتذكر واحده والثانيه وانسى الباقي. فلما احفظ احفظهم خطا. نعم. فعشان الشيخ يعدلهم لياخد جهد كبير. نعم. ففكره الدوره حلت كل ده. نعم. خلت ان الطالب ياخد وقت بسيط ده من الشيخ، وفرنا جهد من الشيخ فيها معالجات للاساليب اللي كانت بتؤخر
الوصول للكمال في تحصيل. نعم، وهنا نعم. نقطة مهمة يا دكتور. نعم، في هنا نقطة مهمة جدا. فضل. مساعدة المتعلم على التصحيح الذاتي. أي نعم. التعليم الذاتي. نعم. التقويم الذاتي، كل هذا يساعد في تكوين إرادة التعلم. نعم. هيخليه يبقى عايز يتعلم. نعم. لأن المعلم هو الذي يستطيع تكوين استعداد التعلم لدى المتعلم. الله. فهذه الطريقة الجميلة تساعده على تحقيق هذا الاستعداد للتعلم. يعني ده برضو فتنميه وتزكيه من فهم المعلم. نعم. أنه لازم يبقى عنده بعض القدرات. نعم. اللي يستطيع من خلالها استخراج المجهود الذاتي. نعم. الكوتشنج. الكوتشنج. نعم. حس المتعلم على الاستنباط واستخراج بنفسه. 10 سنين ما قال لشيء فعلته لما فعلت ذلك. ولا لشيء لما فعله ألا فعلت. يعني اديله فرصة هو يستخرج طاقاته. نعم. الله الله ما شاء الله. فضيلة الشيخ أحمد، طيب عايزين نسمع بقى شهاب كده في بالأحسن، خلاص هينام من شهاب بقى عشان شهاب عايز أسمع صوت. خد الميكروفون يا شهاب. مجهز شهاب، عايز يحكي لحضرتك هو يوم العيد قضاه إزاي. هو قال لي أنا دكتور طارق قضيت إزاي. نعم. يوم العيد. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا شهاب. ازيك؟ السلام عليكم. قول عليكم السلام. احسن انت نمت مني كده. بص يا شهاب بقى، انا عرفت ان انت عايز تحكي لي انت بتقضي يوم العيد ازاي. ماشي، قول لي بقى اتفضل، انت بتقضي يوم العيد ازاي؟ اتفضل يا شهاب، خلي الميكروفون قريب منك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عملت ايه يا شهاب بعد بسم الله؟ اتفضل قول حقيقة. عملت ايه؟ عملت ايه في العيد؟ ايوه، وايه تاني؟ رحت فين؟ بخرج. خرجت؟ بخرج. خرجت ازاي وممنوع؟ بخرج العب مع صاحبي. تلعب مع صاحبك وممنوع الخروج؟ ولا قدام البيت كده؟ قدام البيت. ماشي، صح كده؟ انا كنت بمشي، ما كنت بلعب، بمشي كده شويه والعب وبعد كده اروح تاني. جميل جدا. وعملت ايه تاني في العيد؟ خدت عيدية يا شهاب؟ خدت كام؟ ولا بلاش؟ بلاش عشان ما احسن. خدت عيدية يعني الحمد لله؟ طيب قول لي بقى وبتعمل ايه تاني في العيد يا شهاب؟ هو ده اللي عندي. هو ده بس اللي عندك؟ طب يا عم ما تزقش يا عم، انت هتتخانق معانا. ايه اللي هو ده اللي عندي يعني؟ ما عملتش حاجة في العيد تاني؟ قول لي انت عندك اخوات؟ لعبت بس ما عملتش حاجة في العيد. انت عندك اخوات؟ اه. بتتخانق معاهم ولا بتحبهم؟ بتحبهم يعني؟ طب مين اكتر حد بتحبه في اخواتك؟ سؤال صعب. كله. مين؟ محمد. بص كده هناك في الكاميرا دي. ايوه، وابعت رساله لمحمد دلوقتي. لا بص هنا ايوه دي. قول لمحمد بقى، قول له انا بحبك قوي يا محمد. قول له بحبك قوي يا محمد. وقول لاخواتك كلهم بحبكم كلكم. بحبكم كلكم. وابعت رساله لماما قول لها كل سنه وانت طيبه يا امي. يلا. كل سنه وانت طيبه يا امي. طيب بقول لك ايه، انت حافظ قول الله احد؟ كلها بس دي طويله شويه، خلي بالك. طب سمع كده قول قول هو الله احد. مفيش بسم الله الرحمن الرحيم عندك ولا ايه؟ يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. أيوة. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. طب انا هسأل، جميل جدا ما شاء الله، هسألك سؤال تاني بس خلي بالك السؤال اللي جاي ده انا عارف انك هتعرف تجاوبه. الديك بيبيض ولا بيولد؟ قرب الميكروفون. بيولد. بايه؟ بيولد. حلو قوي يا جدع، كتر خيرك. ماشي ده انت طوخ كلها هتستناك النهارده، ده انت وقعتك وقعت. الديك بيولد عندكم في طوخ؟ خلي الميكروفون معايا. فضيلة الدكتور مجدي، والتواصل مع الأولاد بشكل طيب في البيوت كان عندنا الحقيقة، مش عايز أقول مشكلة ولكن موقف غريب، ما كنا نرجوه هكذا. الظروف اللي احنا فيها دي سمحت بأن تتواصل الأسرة بشكل رائع وجميل بوجود الآباء فترات طويلة جدا مع أولادهم لإعادة اكتشاف ما غاب عنهم. وإنه قلنا إنه كانت بتشتكي الأم والأولاد من قصر فترة وجود الأب في البيت وما بنشوفوش وما بيقعدش ما يعرفش عننا حاجة. طيب خلاص قعد الأب، قلنا بقى في حاجات كتير كده هتتحل يعني، ومزيد من التواصل والحنية والرحمة. ولكن اللي حصل مزيد من الضغوط النفسية
على الأم وعلى الأولاد لعدم قدرة أو عدم تعود الزوج على طول الفترة. بسم الله. عايز حضرتك يعني نقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النداء لي أنا ولحضرتك ولكل إنسان في كل الدنيا. نعم. ثلاثة ضامن على الله. الله أكبر. ثلاثة. فصل فاصل في سبيل الله. أنت جيت في يوم سايب البيت وسايب الشغل ورايح تقضي حاجة لله عز وجل، لا تريد منها شيء من أشياء الدنيا. نعم. ورجل خرج من بيته ليقضي فريضة من فرائض الله، بيؤدي الصلاة، بيؤدي الحج، بيدفع الزكاة. ورجل دخل بيته بسلام. الله. أنا عاوز قعدتي في البيت تكون بهجة. نعم. تكون رحمة. الله. تكون سعادة، تكون فرفشة. ده كان ضامن على الله لأهل البيت والجنة. لأهل البيت. نعم. وأبقى متأكد إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. سرور تدخله يعني أنا على مسلم، إن أنا أخلي مراتي تبتهج، أخلي أمي وأختي تبتهج، أخلي أولادي وأحفادي يبتهجون. ده يعني أمر ملح وأنا أحتاجه وأنت وحتى لو مش موجود في حياتنا ننوي أن يكون موجود في حياتي. الله. يعني حضرتك يا دكتور مجدي، الأب اللي لما بيخش البيت الأولاد تجري وتقول بابا جه بابا جه، هو ده النموذج اللي حضرتك اللي هو يملأ البيت بالفرح والسرور. كيف كيف يعني؟ طيب أنا مش قادر أعمل كده، أطلبه من الله. نعم. أطلبه من الله. يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون كل شيء من الله. نعم. كل شيء حتى الملح يطلب من الله. نعم. فكلنا نتوجه الله يا ربي يعني اجعل يعني دخولنا في بيوتنا بهجة وسرورا، بعيد عن الغلظة وبعيد عن التشدد. ومن السنة نعم الملاعبة والمداعبة، جميع الألعاب الجماعية الحلوة وجميع وصلاة الجماعة والابتسام. وكان في إحياء علوم الدين في كتاب الإيمان يقول وينبغي نعم على المربي أن يغض الطرف أحيانا عن هفوات أهل البيت لئلا يهون عليهم وقع العتاب. يعني ما تكون ملاحظ لأعمالهم، لا، يعني أعطيهم فرصة للتصحيح الذاتي. نعم. ولكن لابد لابد من الجلوس اليومي ولو بعد أي صلاة من الصلوات. الآن نحن نصلي في جماعة في البيت، نجمع أهل البيت مثلا في صلاة العشاء ونصلي بهم جماعة، ونجلس ولو عشر دقائق نقرأ من القرآن والسنة. نعم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالنساء والولدان يعني من حقهم أن يكون في 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 البيت قراءة كلام الله وكلام الرسول. نعم. والمسؤول عن ذلك هو الرجل. نعم. طيب إن لم يفعل ذلك الرجل تقوم به المرأة. كلكم يعني راع يعني وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني يا دكتور، الأب اللي حينما يسمع صوته تختفي الأصوات من البيت والأولاد تخشاه وتستخبى منه، ده نقول له ايه؟ ما هنا دكتور المعادله اللي حضرتك دايما الحمد لله ربنا بيجعلك سبب في حلها حلا جميلا. نعم. معادله الضبط والحنان. نعم. فالانسان في رحله حياته يحتاج الى الحنان ويحتاج الى الضبط. يحتاج الى الحنان لتستمر الحياه. نعم. ويحتاج الى الضبط حتى تستمر الحياه استمرارا صحيحا. نعم. أليس كذلك؟ نعم. وزي ما تفضلت حضرتك مشكور دايما توضح بأن الحنان لابد أن يوضح ويبين. نعم. أنا أظهر. قال حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قال أحد الصحابة أني أحب فلان في الله، قال أأعلمته؟ نعم. قال لا، قال اذهب فأعلمه. نعم. عرف ابنك أنك بتحبه. عرف مراتك أن أنت بتحبها. عرف أولادك، عرف أمك أختك، عرف قرايبك أن أنت بتحبهم. تكلم تكلم بالكلام الجيد، الكلام اللي فيه الحنيه. نعم. وكذلك علق الصوت حيث يراه اهل البيت. يعني ايه علق؟ يعني لا تستعمل لا تستعمل، زي ما حضرتك دايما بتنادي النداء الجميل جدا، الام اللي بتضرب اولادها غلطانه دي ام انا بقول له بقول اللي بيزعلوا مني لما بقول الام اللي بتتحاسب مع اولادها بشكل فيه شيء من العنف، ام مجرمه يعني بتجرم في حق اولادها. لانه ليس من الحكمه ان نتعامل بعنف. نعم. لذلك لما سيدنا عبد الله بن مسعود الرسول عليه السلام لما كان سيدنا عبد الله بن مسعود يجلد نعم غلامه على شيء يعني
أفلت البعير وأفلت الجمل وضاع، فغضب غضبا شديدا، هو أمره أن يعقله ولم يعقله، ولكن قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. الله. فقال هو حل وجهه لا، يعني رجع فورا عن هذا الأسلوب. نعم. عن أسلوب الإيذاء وأسلوب الضرب. قال ولا يضرب إلا شراركم، صحيح يعني إن كلنا خطائين صحيح، لكن خير الخطائين التوابين. خلينا نتوب، خلينا نرجع عن هذا الخطأ. علق. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الصوت، لا. قال علق الصوت حيث رأى. بس واضح انه كلام حضرتك يعني اتانا بنتيجه. وجاءنا اتصال من الحاجه ام عمر، اتفضلي. الو، السلام عليكم. مرحبا، عليك السلام ورحمه الله. انا بصراحه يعني مبسوطه جدا الاطفال اللي معاك، وربنا يبارك فيهم يا رب، وربنا يبارك في شيوخنا العظام اللي معاك، ربنا يحفظك. والله العظيم انا اسفه ان انا هخرج عن موضوع الحلقه، بس انا حابه اقول لحضرتك ان حابة انكم تدعوا لي بالصبر، لان ابني متوفي يوم الوقفة، وحابة بس دي عند حضرتك تدعوا لي بالصبر. ابنك توفي يوم الوقفة؟ ايوه. الله، تحتاجوا الى الدعاء يا فضيلة الدكتور. اللهم اجعله يا رب يقبلكم على الجنة. كان عنده كم سنة يا ام عمر؟ 3 سنين. 3 سنوات؟ سبقك الى الجنة. تحتاج الى الدعاء يا شيخ. نعم. يقول الله عز وجل. نعم. ادعوني بالصبر يا رب. اسمعي يا بنتي، ربنا يصبرك. اللهم امين يا رب. اللهم الهمك الصبر يا رب، واكتب لك جزاء الجنه. اللهم امين. يقول الله عز وجل لقبضتم في الرقبه، يقولون نعم يا ربي، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنه. لماذا؟ لان ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع. فنرجو من الله ان الله يمن عليك بهذا القول، تقولي الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. اللهم آجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. نريد ترددي هذا الدعاء، قولي الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. اللهم آجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. فلذلك يقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. نسأل الله العظيم أنه يربط على قلبك ويلهمك الصبر إن شاء الله. آمين. ويقابلك على باب الجنة إن شاء الله، يكون يعني من المستقبلين لك على باب الجنة بإذن الله. اصبري واحتسب. نعم. إن شاء الله. لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث، رواه الإمام الحاكم بإسناد صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام أن النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا الله عز وجل في الجنة. المولود هم الذين يعني توفوا قبل سن التكليف. الله. فلذلك في سورة الكهف من معجزات الجميلة والرحمة العظيمة من الله عز وجل إن هذا الغلام فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، الذي كان خط سيره إلى الكفر البواح، فالله تبارك وتعالى برحمته فأرادنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحمة، فأراد الله تبارك وتعالى أن يقبض قبل سن التكليف حتى لا يكون من أهل العذاب، ولكن يكون من أهل الجنة. فالمواليد الذين ماتوا قبل سن التكليف هم من أهل الجنة، فبإذن الله تبارك وتعالى يلقاها على باب الجنة. حضرتك ذكرت الشهيد، إحنا يعني فرصة وإحنا في يعني في هذه الظروف، وقد وصلتنا الأخبار من أيام، نسأل الله العظيم أنه يعني يجمع شهداءنا في الجنة. أمين. ويصبر أهل الشهداء جميعا ويربط على قلوبهم إن شاء الله. يا رب احمي بلدنا، يا رب ندعوك أن تحمي جيشنا وكل من يقومون على حمايتنا، والأطباء، كل الأطباء وكل فرق الطب في مصر والقائمين على رعايتنا وصحتنا، يا رب احميهم واحفظهم بحفظك يا رب. معنا اتصال، أستاذ محمد اتفضل. كان ليا مطلبين اتنين بس حضرتك في البرنامج الجميل، بمناسبة يعني هذا الوباء الشديد في العالم. نعم. والأطفال دلوقتي قاعدين في البيوت، والأولاد والطلبة لا دروس ولا مذاكرة ولا مدارس. نعم. فيستغلوا هذا الوقت حفظ كتاب الله الكريم حتى يزيدوا الفهم ويزيدوا الذكاء، ودي فرصة عظيمة نحن نستغلها مع كتاب الله. نعم. لحفظ كتاب الله. ربنا يحفظك. نعم.
نعم استاذ محمد عندك ده مطلب اولاني. نعم. المطلب الثاني تربيه الاولاد، يعني دي اهم شيء في الحياه الانسانيه، وكما قال احد المفكرين الكبار انها ترتكز على ثلاث ركائز، اولها طبعا اولياء الامور في البيت مع اولادهم التربيه الحسنه، كذلك العلماء لهم ائمه المساجد يوضحوا للاباء والامهات والاولاد الدين حتى لا يكون هناك تطرف ولا يعني فهم خاطئ للدين والحياه. نعم. وكذلك المعلم الذي يعلم الطلاب، والمعلم الان يعني يا ريت يبقى فيه برنامج للاطفال والاولاد وكل الفئات تعليم كامل، استغلال الوقت كويس في البيوت الان، فنكون مثلا يكون في هناك قناه فضائيه من القنوات او برنامج او اي يعني وسيله للاتصال يتعلموا فرصه يعني في هذا المجال ان شاء الله. احنا بنضم صوتنا لصوتك، هذا النشء يعني نشء طيب وعظيم. نعم. وله مستقبل عظيم حتى لا ينحرف ولا يكون لهم اهواء بعيده تعرقل الحياه وتعوق الحياه. احنا بنضم صوتنا لصوتك يا استاذ محمد، فضيله الشيخ محمد ربنا يحفظك، والركائز الثلاثه اللي حضرتك قلتهم دولت ان شاء الله نركز عليهم، اولياء الامور والعلماء والساده المعلمين، بندعي للساده المعلمين ربنا يا رب يحفظهم ويهديهم على اولادنا، وان شاء الله باذن الله يكون يعني قريبا باذن الله نخرج على هذه الشاشه الطيبه الجميله والتي دائما هي يعني رائده في هذا الموضوع بمجموعه من البرامج اللي تسهل على الناس فهم وتحصيل العلوم في البيت والاستفاده من هذا الجلوس في البيت، الجلوس الطويل ان شاء الله. بشكر حضرتك وتحياتي لحضرتك وعامك طيب وعيدك مبارك ان شاء الله، ربنا يحفظك. هنسمع من عمر حاجه فضيله الشيخ. ان شاء الله ان شاء الله. عمر يقول لنا حاجه، احب ان هو يقرا سوره النجم. هات المصحف كده، خد طلع سوره النجم كده يا عمر وجهزها، ولما تبقى جاهز قول لي كده. الـ يعني فضيله الشيخ انور لما تحدث واستاذتنا استاذه منى من قنا، واضح ان خطواتك ما شاء الله يعني تطوف كل محافظات مصر لنشر هذه العلوم والدوره المجانيه اللي بنؤكد على مجانيه، وانت من يعني اولاد الازهر الجميل. بنقول لحضرتك كان في بعض المعوقات يعني التقيتوها في الفتره السابقه وتم التغلب عليها. الحمد لله، يعني الاخوه اللي بيكونوا قائمين على الدوره ومرتبينها بصراحه بيزيلوا كل العقبات من الطريق، وبيقدروا بشكل جيد في تجميع الناس ونشر الفكره بينهم، وبيقوموا بكل نشاط جيد بحيث ان كل القريه والقرى المجاوره تستطيع انها تستفيد من الاخ اللي جاي يدرس الدوره. نعم. هو ممكن المعوقات اللي بتقابلنا مثلا ان دوره واحده لا تكفي. يعني دوره واحده كمنه الرحمن او فتح الرحمن او نور البان لا تكفي انها تطلع قارئ جيد او معلمه جيده، فلازم متابعه مستمره بعد ذلك. نعم. ولو كانت مع المتابعه دوره سريعه مكثفه بحيث انها خدت فكره قبل كده. الدوره بتبقى كام يوم فضيله الشيخ؟ الدوره تاخد 25 ساعه. 25 ساعه؟ اه. بتعملوها على كام يوم؟ بمعدل ساعتين في اليوم، يعني تاخد 15 ساعه. حوالي اسبوعين ولا حاجه. وهذه ليست كافيه، تحتاج بعدها الى دوره مكثفه اخرى سريعه لتاكيد ما تم تحصيله. لاول مره يحتك بالقران الكريم او بقراءته او بالدورات، اما اللي كان عنده خلفيه وكان بيجاود على شيخ او كان له علاقه بالازهر الشريف والقران ده بيكون من اول مره ويجيد الطريقه بشكل جيد. ناخد الاستاذه رشا اتصال وبعدين نسمع الصوت الطيب الجميل شيخنا الشيخ عمر. استاذه رشا اتفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور طارق؟ اهلا وسهلا بحضرتك. أنا بحيي حضرتك وبحيي كل اللي موجودين، وأتمنى يعني التدريب هنا عندنا في شبرا مصر، عندنا صراحة محتاجين حاجات زي كده هنا، لأننا عندنا أطفال كتير يعني عايزين يتمسكوا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى كويس، فأرجو إن أنا أتواصل مع الدكتور أحمد والدكتور إسماعيل عشان عايزين دورات هنا في شبرا عندنا، عشان ربنا يرفع الأطفال عندنا زي الأطفال الموجودين مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكر ليكي همتك العاليه
وتحياتي لأهل شبرا كلها، شبرا مصر وشبرا الخيمة وكل شبرا في مصر. ربنا يحفظكم ويعلمكم، وإن شاء الله أنا هطمع في كرمك بعد البرنامج تتواصلي معانا، حتى لو اتصلي بينا على الكنترول تاني، وهنوصلك بالسادة الأفاضل فضيلة الشيخ إسماعيل عبد السميع المشرف العام على نور البيان في مصر، أو فضيلة الشيخ أحمد شهاب، يرتبوا مع حضرتك إن شاء الله مجموعة من الدورات ويوصلوا لك الشباب إن شاء الله عندك هناك في شبرا مصر، وبإذن الله أولادنا يتعلموا وأهلنا هناك بإذن الله. أنا بشكر ليك المداخلة الطيبة الجميلة، وعيدك مبارك يا أبلة رشا. هنسمع إيه يا فضيلة الشيخ عمر؟ يلا اتفضل، قرب الميكروفون من بقك، يلا اتفضل، بس امسك الميكروفون بإيدك التانية عشان أيوة الشاشة الكاميرا تجيبك. أيوة كده اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكبر. دايما كده بتقف انت مستنى لما اقول لك، طيب انت مستعجل انت كده على طول يعني؟ ها ربنا يحفظك يا عمر ويبارك فيك، والواحد وانت بتقرا مش عايزك تبطل من الرقه ومن الصوت الطيب الجميل يا عمر. ناخد آية واحدة شفناها النهارده. اه اتفضل يا دكتور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى. لا ده يا دكتور معلش، انت قاعد معايا الحاجة مؤادم قاعدة تتخانق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حاجة مؤادم، اتفضلي. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، الله يحفظك وعليك السلام. ربنا يشرح صدوركم يا رب ويفرح قلوبكم وفرح ولادنا يا رب وفرح اهليهم بيهم يا رب زي ما انتم مفرحيننا باصواتهم الجميله. امين، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في شيوخنا يا رب اللي معاكم يا رب. منين يا حاجه؟ منين يا حاجه مؤادم؟ انا من البحيره. من البحيره، ربنا يحفظك ويحفظ اهل البحيره يا رب. وعندك اولاد ايه يا حاجه؟ انا عندي ادم. في حاجه غير ادم؟ لا هو احنا قاعدين نقول لك يا حاجه ونكبرك. أيوة. وانت يا بنت من بناتنا. طيب انا صراحه اشتركت معاكم لان حابه اعزي اختي واختي في الله وحبيبتي ايمان في ابنها، واقول لها ربنا يصبرك يا رب. واحييكم في اولادكم معاكم دايما وربنا يبارك لنا فيهم يا رب. وانا حابه اقول لكم برضو ان عندي ادم حافظ الفاتحه وحافظ كل الله احد وحافظ اول لوحه على فكره. طب هاتي ادم يقرا لنا كل الله احد كده، سمعينا صوت الدكتور ادم. هو مش راضي، مش راضي يتكلم. مش راضي، مش مجهزاه انت. ماشي، احنا كنا بنديله الفرصه اهوت، ربنا يبارك لك فيه، وان شاء الله تكلمينا بقى هو خاتم القران، وان شاء الله نشرف بان احنا نستضيفه معانا هنا. يا رب يحفظك، واحنا بنضم صوتنا لصوتك. ربنا يحفظك، بنضم صوتنا لصوتك وبناكد على ربنا يا رب يلهم اختك الصبر والسلوان. انه يعني خلانا ناخد فرصه نحفظ اولادنا القران ونعلمهم وناخد وقت كمان ان احنا نقعد معاهم ونعرف يعني ناخد وقت معاهم اكتر. يعني كل مشكله بتيجي بحاجه كويسه والحمد لله. ربنا يحفظك يا ام ادم ويبارك لك في اولادك، وربنا يا رب يصبر اختك على فاقدها، وان شاء الله باذن الله يلهمها الصبر والسلوان واربط على قلبها ان شاء الله يا رب. فضلت شيخ احمد، لما جينا نسال شهاب عمل ايه في العيد فراح مننا كده، فهنخلص مع الدكتور مجدي في معجزه من معجزات القران والسنه، وبعدين تقول لنا العيد ده وماذا بعد العيد، ونتكلم كده مع حضرتك شويه. فضيله الدكتور، عايزين يعني حاجه كده من الحاجات بتاعه الاعجاز العلمي تكلمنا عن اللي احنا فيه دلوقتي. اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله. من صفة النبي الخاتم أنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به. وأيضا في نص التوراة، أجعل كلامي في فمه فيحدثكم بكل ما يسمع.
فالرسول عليه الصلاه والسلام ربنا اختاره زي ما سيدنا موسى عليه السلام يقول لهم لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين فسيقيم الله لكم نبيا من وسط اخوتكم، يعني من بني اسماعيل. ما هو بني اسرائيل، من هم اخوه بني اسرائيل؟ هم بنو اسماعيل، بنو اسماعيل هم اخوه بني اسرائيل. فسيقيم الله لكم نبيا من وسط اخوتكم، يعني من بني اسماعيل. لذلك كثير من الاحبار والرهبان كان يهاجر الى بلاد العرب وبالمدينه انتظارا لهذا الايه؟ النبي الخاتم. نعم. فمن صفاته انه لا يتكلم الا بالوحي. نعم. فكما ان سيدنا سراقه بن مالك في الهجره والرسول عليه السلام التفت اليه وقال ارجع يا سراقه ولك سوار كسرى، من يتخيل ان سراقه يكون له؟ ولكن تمر الايام والسنين وبعد يعني ما اسلم لله رب العالمين وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلافه سيدنا ابو بكر وبعد خلافه سيدنا عمر 10 سنوات، نعم، حتى فتح الله على المسلمين كنوز كسرى وجاءت الغنائم، فاذا بسواري كسرى بيد سيدنا عمر ويقف سيدنا عمر بصوته الجهوري في كل ويقول اين سراقه بن مالك؟ اين سراقه بن مالك؟ قال فجاء سراقه بن مالك رافعا ساعديه السودتين، ها، قال اعطيهما وعده رسول الله. شوف الله اكبر، ما ينطق عن الهوى ان لا. هو الا وحي. لا. كلمه الله اكبر ارتجت بها ارجاء المدينه من تكبير اصحاب النبي. اليوم نشوف نفس الكلام. هذا العالم في وكاله ناسا من حوالي لا هناخدها دي حالا بس اختي ام مسلم على التليفون. الحاجه ام مسلم من كفر الشيخ، اهلا وسهلا اختنا ام مسلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. ما شاء الله، كل عام وحضرتكم بخير. ربنا يحفظك. بشكر حضرتك على النماذج الطيبه دي. ربنا يبارك فيك. وبقول لحضرتك انا معلمه نور بيان. نعم. وكان في طبعا كنت بس عايزه استفسر من الشيوخ على حاجات معينه، طبعا لما بنخلص نور البيان مع الاطفال. نعم. وندخل بقى في التجويد ان احنا نطبق في المصحف، دي طبعا حاجه بتبقى صعبه شويه. نعم. عايزه بس يعني حضراتكم تنصحوني بايه او ايه الارشادات اللي انا ممكن امشي عليها بحيث ان هم يطبقوا اسهل في المصحف؟ طبعا لان هو الاطفال طبعا في استوعاب الايه التطبيق، هم ممكن بيحفظوا كويس الاحكام تمام، ولكن التطبيق بيبقى صعب جدا عليهم. التطبيق نعم. فكنت عايزه اعرف حضرتك اعمل ايه معهم، وبشكر حضرتكم جدا على البرنامج الجميل ده، وربنا يبارك فيكم يا رب. يا رب يحفظك ويبارك فيكي، وتحياتنا لأهلنا في كفر الشيخ. ان شاء الله الشيخ احمد شهاب يرد على حضرتك على هذه النقطه الفنيه بعد فضيله الدكتور مجد ان شاء الله ما ينتهي من هذه المعجزه الجميله. وتابعينا كده، اسمعي كده بقلبك، ربنا يحفظك. اتفضل. نعم. يا دكتور مجد. من شهور بفضل الله لما ربنا اراد للانسان ان هو يكتشف بأن البرق يأتي من السماء ويرجع مرة أخرى. الإنسان لا يمكن له أن يلاحظ بأن البرق يأتي ويرجع، لا يمكن له أن يلاحظ ذلك. لماذا؟ لأن البرق يأتي ويرجع في طرفة عين. طيب كيف الإنسان استطاع أن يرى بأن البرق جاء ورجع مرة أخرى؟ أراد الله تبارك وتعالى الإنسان اختراع ماكينات لآلات تصوير بتصور بسرعة 1/250,000، سرعة بطيئة جدا. نعم. يعني الهدف اللي بتشوفه يأتي في 10 ثانية تجيبه في 2 ساعة زمن. نعم. فاستطاعوا بهذه الأجهزة الحديثة إن هم يصوروا البرق وهو جاي ويصوروه وهو بيرجع مرة ثانية. فأعلنوا لكل الدنيا إن البرق يأتي ويرجع مرة أخرى، ثم فسروا بقى تفسير علمي جميل، فعلا لو لم يرجع مرة أخرى لانفجرت القشرة الأرضية، لو أن القشرة الأرضية تمتص 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 البرق تنفجر هذه القشرة الأرضية، لكن رحمة من الله تبارك وتعالى أن البرق يأتي فتعكسه ويرجع مرة أخرى. فهذا العالم الجليل اتصل بالمركز الإسلامي، قال أرجوكم أعطوني جميع الآيات والأحاديث التي تتحدث عن البرق. هو يقول وما شاء الله أسلمنا كثير الحمد لله لأن أسلموا لله رب العالمين. الله يقول أنا أعلم بأن الله قال في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. قال أخذ يراجع في الآيات والأحاديث ويطالع فيها، قال والله أول مرة في حياتي شعر راسي طقطق. شعر راسه طقطق. إيه اللي حصل؟ وهو بيقرأ في الأحاديث فإذا بهذا الحديث في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الله الناس ليوم القيامة وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. يعني صلى الله عليه وسلم بيعلم هذه الأمة
أهمية الأمانة، إذا جلس الرجل إلى أخيه فحدثه ثم قام عنه كان حديثه أمانة. نعم. فكيف بحديث الزوجة وحديث الزوج وحديث هكذا؟ لا يمكن أبدا نخرج أصل البيوت برا أبدا. فترسل الأمانة والرحم، فتقومن جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كمرور البرق. فقلت الراوي بأبي وأمي يا رسول الله أي شيء كمرور البرق؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ سبحان الله. يقول سبحان الله نفس الألفاظ التي أعلناها لكل الدنيا، أن البرق يأتي ويرجع مرة أخرى ولا يمكن أن نلاحظه، لأنه يأتي في أبلينك أوف آي، في طرفة عين 20 ملي ميكرون. سبحان الله. قال نفس الألفاظ التي أعلناها لكل الدنيا هي نفس الألفاظ التي أوحى الله بها إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال في هذه اللحظة تأكدت بأن جميع الأبحاث التي نقوم بها لنتأكد ويتأكد كل الناس بأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. الله أكبر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معنا اتصال، احنا عطلناك شوية. أختنا أم مصطفى من بني سويف. السلام عليكم وبركاته. مرحبا، معلش يا سامحينا سيبناكي شويه، بس كلام الشيخ كان رائع ومهم. والله يا شيخ ما عطلتني ابدا، انا كنت اتمنى اسمع اكثر واكثر وانتظر اكثر واكثر. جزاه الله كل خير. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك. ربنا يبارك فيكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين وبصحه وعافيه. وانت كذلك تفضلي. ربنا يبارك فيكم. كنت بسال حضرتك يا دكتور بنسبه الكتاتيب، وربنا بسال ربنا سبحانه الله وتعالى ان يفتح بلدنا تاني وتعود تاني الكتاتيب بتاعتنا وفرحتنا بعودتنا للمساجد ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. وكنت عايز اسالك يا دكتور بمناسبه اولادنا، انا جده، كنت احفادنا ما بيروحوا سيادتك المسجد بيحفظوا القران الكريم، هل انا كجده او كولي امر، هل انا ببقى امينه على الاحفاد ان هم بيتلقوا الحفظ بتاع القران الكريم من في يد امينه، من حد دارس فعلا نور البيان، والمعلم اللي بيدرس ولادنا في المسجد هل هو تحت اشراف وزاره الاوقاف ولا تحت اشراف الازهر، وخد دروسه منين؟ يعني خد تعليمه منين؟ وانا ابقى متاكده ومطمنه ان فعلا يعني ولا اي حد ربنا يجازيهم كل خير اللي هم بيعلموا ولادنا، هم فعلا شكرا على اجتهادهم، بس انا اطمن ازاي حضرتك ان ممكن يكون ابني يتعلم المخارج الالفاظ كويس، بيتعلم القراءات كويس؟ أنا هرد على حضرتك يا حاجة أم مصطفى. الجدة الجميلة الحريصة على أولادها وأولاد ولادها، ربنا يحفظك. طبعا لازم نقول تحية شكر لكل القائمين على العمل في المساجد ووزارة الأوقاف كلها، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويعينهم على اللي هم فيه، وإن شاء الله تفتح المساجد ونعود إلى المساجد مرة أخرى ونعود إلى أنشطة تحفيظ القرآن في المساجد. إحنا يعني الحقيقة هم بيجتهدوا ربنا معاهم، والمساجد بيبقى فيها ناس متخصصة، ولكن دايما ابحثي عن كلمة منة الرحمن أو كلمة نور البيان. الدور اللي بتشتغل بمنة الرحمن ونور البيان يعني بنقول بتقدر توصل الموضوع تحت إشراف الأزهر الشريف، بتقدر توصل الموضوع بشكل كويس، وكلهم في الأوقاف أو في الأكاديميات أو الكتاتيب كلهم ما شاء الله عندهم شيء من الأمانة وشيء من الإخلاص، ولا يرجون إلا رضا الله، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. وتأكدي حضرتك حتى لو كان في حد غير مؤهل أو كده، ولكن ما بنقولش ما بنعممش، لأن كلهم بيجتهدوا يحفظوا كتاب الله. ابحثي عن منة الرحمن، عن نور البيان، اللي بيشتغلوا بالطريقة دي بيتلقوا الموضوع بشكل كويس وبشكل رائع، والأثر معاهم شيء طيب، إن كان في المساجد أو إن كان في الكتاتيب أو الحضانات اللي هي المتخصصة. دوري على الناس دي، ولو ما عندكوش نبعت لكم حد في المكان اللي انتوا فيه ان شاء الله لو تتواصلوا معانا باذن الله. وباكد على ربنا يحفظ الازهر برجاله والاوقاف برجالها ان شاء الله. وبشكر حضرتك للمداخله، عامك سعيد وعيدك مبارك ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. فضلت شيخ احمد، كان في سؤال فني كلمته لنا اختنا من قليل. ازاي نقدر نتواصل مع الاولاد يعني؟ هي الاخت بتسال يعني بعد ما بتخلص مع الطفل البرنامج هو مش قادر انه يقرا من القران بشكل جيد، مازال مش عارف يقرا. هو المشكله بتبدا من اول ما بيدرس له حاله الفتح، ان بعد ما يدرس له الكلمه ويعرف يجيد قراءه كلمه ثلاثيه او رباعيه لازم تنزل له جمل.
جمل قرآنية ولا بأس جمل عشوائية أو عربية عادية. قضية الجمل بتحل المشكلة دي. نعم. تمشي بالجمل على مدار الحالات العشرين. أول ما بتخلص الحالات بيكون طبعا خد كم هائل من الجمل، فتبدأ عشان يتعامل مع المصحف هي الرهبة في البداية فقط. طالما هو جاد يقرأ جملة من السهل أنه يقرأ في المصحف، فبتبدأ بعد ما بتخلص الحالات تبدأ تدربه على قراءة سطر سطرين ثلاثة تدريجيا، وهي عملية مطاطة مش من يوم وليلة يصبح قارئ جيد. وبعدين في فوارق شخصية عند الأول. في فوارق شخصية أكيد، في فوارق شخصية أنا بدعوها هي ما زالت سمعانا تتواصل معنا بعد اللقاء إن شاء الله، ونرتب لحضرتك الموضوع دوت. ممكن أبعته لك على الواتساب فضيلة الشيخ أحمد شهاب، يبعت لك برنامج صغير كده على إزاي نقدر نمكن الأولاد ونعمل تطبيق عملي على اللي خدوه ونمشي معهم سنة سنة، مراعاة للفوارق الشخصية اللي عند الأولاد. في اللي عنده الذكاء اللغوي بيستطيع أن يتواصل بشكل سريع، وفي اللي عنده الذكاء الفني أو الذكاء الرياضي المنطقي أو الذكاء الموسيقي. الموضوع الحفظ بيبقى شوية بندخله الموضوع إزاي، وبنصبر عليه إزاي، وبنعمل له وسائل تحفيز إيجابية إزاي. كل دي أمور ممكن تربويا ويعني دقائق فنية يشرحها لك فضيلة الشيخ إن شاء الله في ممكن بعد اللقاء. أنا أحتاج من السادة الأفاضل يسمحونا شوية نخرج فاصل قليل كده ونرجع لكم تاني نكمل معاكم، فاسمحوا لنا فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وبنشكر ليكم وجودكم معانا ومتابعتكم لينا، وبنأكد على انه ان شاء الله عيدكم مبارك، اللقاء الطيب الجميل اللي بنفرح بيه ولادنا. لسه معانا بعض الفقرات ان شاء الله نقدمها لكم، ولسه معانا كلام كتير، وكمان بقول لكم ان شاء الله بإذن الله احنا مستمرين معاكم بكرة تاني نكمل اسبوع العيد، بس الامل وبس الروح وبس التفاؤل. ان شاء الله نكون معاكم تاني بكرة بإذن الله. احنا محتاجين نسمع حاجة من ابننا عمر كده يسلك صدورنا كده بصوته الطيب الرقيق يا شيخ احمد، يقول لنا ايه؟ بما ان يا دكتور يعني احنا انبسطنا قوي موضوع الفقر اللي هو عملها لنا عن الازهر الشريف. نعم. هي القصيدة طويلة شوية، فارت يسمعها لنا كلها بقى. طيب. حبا في الازهر واكراما واجلالا للازهر، وانت ترتدي زي الازهر، قول لنا قصيدة الازهر كلها نفرح بيها معك، اتفضل. انا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني، أقول الحق لا أخشى عدوا عنه ينهاني، لواء الدين أرفعه وأستقوي بإخواني، هوان العرب أرقني وبأس الغرب أذاني، وصمت القوم آلمني وجرح العز أدماني، أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني، دياري يا لغربتها وقلبي مثقل عاني، وجامعتي لها سابق من الآفاق أعلاني، تصدع صرح مدرستي ورد الظلم عنواني، أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت
جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. جزاك الله خيرا يا عمر، ربنا يحفظك، وأنت من جئت للدنيا ترفع شأن الوطن. أسأل الله العظيم أن واجعل هذا شأن الأزاهرة جميعا يعملون في رفعة شأن الوطن، وهم كذلك إن شاء الله. وتاني بضم صوتي لصوتك تحية تقدير واحترام واعتزاز للأزهر الشريف، في متمثلا في فضيلة الشيخ الأكبر الشيخ الأزهر وكل العاملين في الأزهر إن شاء الله. ربنا يحفظك يا عمر، بشكرك وبدعو لوالدتك ووالدك بكل خير وكل طيب على تربيتهم ليك، ربنا يحفظك. فضيلة الدكتور مجدي، وإحنا وقتنا الحقيقة اقترب على النهاية، نحتاج أن نسمع من دكتور مجدي الشريف المشرف العام على لجنة الإعجاز العلمي القرآن والسنة بمكة المكرمة كبسولة وقاية، ويعني نقول صبر كده على الفترة اللي احنا فيها في الفترة اللي جاية، نقول لكل اللي بيشاهدوا حضرتك ازاي نستطيع ان احنا نصبر على اللي احنا فيه دوت ونتعاون عليه. ننظر الى هذا الوقت الذي اعطاه الله لنا من اعظم النعم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نحن في بيوتنا في هذا الوقت نعمة عظيمة. وشفنا ازاي ان نموذج رائع عالمي، بطل العالم، بطل العالم في المصارعة وكل الناس بتحبه، ازاي استفاد من وقت الفراغ ومد يده وقرأ حتى اعلن لكل الدنيا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا الوقت ضروري ان يكون من هذا الوقت الذي في نجده في بيوتنا، نقرأ مع ابنائنا، نقرأ في أهلينا، نقرأ من كلام الله وكلام الرسول عليه السلام. الله أكبر. وهذه النصيحة الجميلة التي قالها أحد في المداخلات، إن كما نسعى إلى إقامة التعليم أونلاين كذلك نسعى لتعليم أنفسنا في البيت. ألا نحرم أنفسنا وأولادنا. وهكذا. ربنا يحفظك. فضيلة الشيخ أحمد المشرف التربوي لمنة الرحمن ونور البيان في محافظة القلبية وسائر محافظات مصر، ربنا يحفظك وكل الناس بتشاهدك دلوقتي، عايزين كبسوله كده لحث الناس على استمرار التمسك بالعلم وعدم ترك الامور واللهو للاولاد، حتى يكون المعلمات واولياء الامور والاولاد دائما قريبين جدا من العوده ان شاء الله القريبه باذن الله. نقول لهم ايه؟ ان شاء الله احنا بننصح كل ولي امر ان هو يبدا بس يراجع مع ابنه في البيت من كتاب نور البيان او فتح الرحمن او منة الرحمن، ان هو يسمع له بس، هو ان شاء الله مش هيخطا، يسمع له فقط، يقول له اقرا، ان هو يوجهه يوميا انه يقرا له صفحه او اثنين من هذه الكتب المباركه كده. نقدر نحافظ على الفكره ان شاء الله لحد ما يرجع تاني لدور القران بالف سلامه ان شاء الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الحقيقه انا بضم صوتي لصوتكم وبقول لكل اللي بيسمعوني النهارده، في بعض الاشياء ممنوعه على المربي انه يلجا ليها في ظل هذه الظروف، ومنها على سبيل المثال النقد. أرجوكم من فضلكم كل أولياء الأمور بيسمعوني، النقد شيء قاتل للأولاد، لا تنتقد أولادك، وهناك قاعدة للنقد، لو في شيء بيضايقك في تصرف الأولاد فيجب أنه يسبقه نوع من أنواع التبجيل والتوقير، أشكره على مجموعة من الصفات الطيبة، قبل غلف قلبه بحبك الأول قبل ما تقوله على النقطة اللي بتوجعك. اوعى حضرتك تعتمد مبدأ النقد قدام حد، لأن ده قاتل وما بيجيبش نتيجة طيبة مع الأولاد. غير النقد عندنا المقارنة، ولادنا مختلفين وما هماش زي بعض وعندهم ذكاءات مختلفة وأنماط شخصية مختلفة، لذا المقارنة ما هياش شيء صائب. ما ينفعش أقول له أخوك بيعمل وأنت ما بتعملش، أنت بتعمل أخوك ما بيعملش، لأن كل واحد ربنا خلقه بقدرات وبكل وبتفاصيل. فأرجوكم النقد والمقارنة حاجات أرجو إن احنا نبتعد عنها من الـ 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 في تربية أولادنا. والحقيقة وقتنا يعني خلص، نكمل معكم إن شاء الله بكرة مع ضيف جديد ومجموعة جديدة من أولادنا الرائعين، فقرة المفتوحة معاكم. أنا سعدت جدا جدا بوجودي معكم، بتوجه باسمكم للشكر فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي القرآن والسنة بمكة المكرمة، فضيلة الشيخ أحمد شهاب المشرف التربوي على منة الرحمن ونور البيان في مصر، وابن الجميل الغالي عمر صاحب الصوت الطيب ومجموعة الأولاد اللي كانوا موجودين. أنا سعدت بكم جدا وبشكركم لطيب المتابعة، وحتى ألقاكم غدا إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمني، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.